معنا على الهاتف الكاتبة هند الضاوي المتخصصة في الشأن الدولي. أستاذة هند، مساء الخير. مساء الخير دكتور خالد. كيف رأيت المشكلة التي وقعت بين حكومة الصومال وبين الحكومة الإثيوبية؟ طبعا هي اثيوبيا دولة مرقة وتتبع عدد من السياسات في منطقة القرن الأفريقي من شأنه إشعال الصراع في هذه المنطقة، لأنها تخدم يعني ببساطة على مصالح دول استعمارية. يعني إثيوبيا بتقوم بدور وظيفي في هذه المرحلة. تعلم حضرتك إن إحنا حاليا في مرحلة صراع أقطاب ما بين محورين، المحور الغربي التقليدي الأمريكي والأوروبي اللي هم كان أغلبهم دول استعمارية تستعمل أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط، وما بين قطب آخر صاعد اللي هو روسيا والصين. المنطقة الأهم في مرحلة الصراع كانت أفريقيا، لأن هي شهدت يعني انكماش للنفوذ الغربي وتحديدا الفرنسي لحساب صعود للنجم الروسي والصيني. ده أزعج عدد من الدول الأوروبية تحديدا بريطانيا وأمريكا، وبالتالي أصبح هناك محاولة لإعادة هيكلة شكل أفريقيا مرة أخرى. ما نتج عنه طبعا كان في محاولات انقلاب كثيرة جدا، أكثر من 7 أو 6 محاولات انقلاب في أفريقيا حصلت خلال عام. إثيوبيا باختصار ماذا تريد؟ تريد إثيوبيا السيطرة على كل المجال الحيوي المحيط بها، من يعني سواء عبر الوصول للبحر الأحمر، طبعا هي دولة حديثة منذ انفصال إريتريا عنها. في حربها على إقليم التجراي اتهددت حركة تجارتها الداخلية، لأن هي بتعتمد في الاستيراد والتصدير على موانئ دول أخرى، زي حتى الصومال، زي إريتريا، زي جيبوتي وهكذا.